السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول فلان خدنا في الجزائر، موضوع فيما يخص الأسرة بالأحرى، يعني أسرة أو ليزوتاج. ليزوتاج الرأي، ليزوتاج لا ليبرتي ديكسبرسيون، الذين هم مسجونون ومحكوم عليهم مقدما، محكوم عليهم أنهم يبقوا في السجون رغم أنهم أبرياء، أبرياء الرأي، أبرياء لأنهم طالبوا بحرية الجزائر، لكن تبون مزور بعساكره، قيادة أركانه المقصود منه، أنهم يظنون أنهم يتحكمون أو سيتحكمون بالوضع في الوضع في الجزائر في هذه المحنة، محنة الكورونا الذين أدخلوها للجزائر. وظهرت الصورة واتضحت الصورة حتى يفهم الشعب الجزائري ماذا يجري، إن هذا الناس أدخلوا مرضا لم يكون موجود بالجزائر، لم نصدر احنا المرض هذا، وإنما أتى إلينا، إنما استوردوه لينا، هما اللي جابوه، إلون إمبورتي، أتوا به لأسباب سياسية، لتحطيم معنويات الشعب الجزائري، لكسر ثورته، لإدخاله المنازل، لكن في نفس الوقت كانوا فكروا في قتله بطريقة شيطانية، بطريقة خبيثة، لأن دائما كان فيهم الخوف، كما قاتلوا المجاهدين، غدروا بهم، قتلوهم، ضربوا بالرصاص في الظهر غدرا، وما زالوا هما وأبنائهم على نفس المسيرة، على نفس الطريقة، يغدروا بالشعب ويدخلون المرض اللي هو فيروس كورونا فيروس. لكن تتضح الرؤية كذلك للشعب، حتى يفهم البوليس ما يدور، حتى يفهم الدركي، حتى يفهم العسكري ما يدور حوله، أن هذه عصابة مجرمة أدخلت المرض وأبقت الشرفاء من الأحرار في السجون. لماذا يبقون في السجون؟ هل هما توفيق؟ هل هما سلال؟ هل هما يحيى؟ هل هما حداد وعائلته؟ هل هما تحكوك؟ هل سرقوا؟ هل نهبوا؟ هل تآمروا؟ لا، لم يتآمروا على الشعب الجزائري، وإنما كانوا يريدون حريته، لكن أنتم تبقونهم هم في السجون وتطلقون المجرمين وبعض السراق لأنها حكمت عليهم بحكام سنتين أو أقل. لماذا؟ لأنكم تريدون المجرم في الخارج ولا تريدون من يقول الحقيقة للشعب حتى لو كان نظيفا، وغالبتهم 99% أو 100% أنهم أنظاف. تبقيهم في السجون أنك لا تخاف من الأشرار، لأنك أنت دائما أنت صانعهم أو تسببت في أنهم يكونون أشرار أو تاجروا في المخدرات التي أتيت أنت بها. بالنسبة لك هم شركاء، لازم تطلقهم هم كذلك، كما أطلقت سعيد بوتفليقة وتوفيق، أنهم يتنعمون، ألم يقتلوا؟ ألم يسرقوا؟ ألم يتآمروا على الجزائر؟ لكن ما دام أنت متآمر فلك نفس الأخلاق ونفس المعاملات،
ولكن أنت نيتك ظهرت أنك تريد البقاء بالأحرار في السجون، لأنك تظن أنك بذلك تتم المهمة. لن تتم المهمة، وإنما فضحك الوقت، فضحك الوقت، وأنك دخلت الكورونا لقتل هذا الأحرار في السجون بطريقة أو بأخرى. ونحن نتكلم على كل من هو مسجون، سجون الرأي، من طابو، من نجاس، من كل الأحرار. لذا أنت تتآمر على الجزائر، وما زلت تتآمر على الجزائر، وخداع الناس بهذه إطلاق السجناء، إطلاق السجناء أنت خوفا على موتهم في السجون، إنما أكثرهم ممكن يكونوا أريد فيهم اللي نقوله إحنا الكورونا هذه، لكن تريد تظهر أنك أطلقت سجناء، لكن لم تطلق سجناء الرأي، لم تطلق الأبرياء من أبناء الشعب، وإنما أطلقت بعض المجرمين مثلك. هذا اللي بنقوله لك في هذا المداخلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.